تؤكد دراسة خاصة أجراها موقع أوبدي نيوز الأخباري أن الشعب الأمريكي ليست لديه أدنى فكرة حقيقية عن فداحة الكارثة التي تسبب بها غزو بلادها للعراق، ولا سيما مع الرفض المستمر الذي يبديه جيش الاحتلال الأمريكي في الكشف عن أعداد الضحايا من العراقيين الذين سقطوا جراء الحرب وما تبعها من تداعيات الاحتلال. وبحسب الدراسة نفسها، فإن أحد استطلاعات الرأي وجد أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن القتل من العراقيين جراء الغزو والاحتلال يقدر بعشرات الآلاف فقط، لكن الحسابات التي رصدها الموقع وأحصى أحداثها اعتماداً على أفضل المعلومات المتاحة لديه تظهر تقديرات كارثية بمقتل 2,400,000 إنسان عراقي منذ سنة 2000 ولغاية الآن، مؤكدة أن عدد الضحايا العراقيين ليس مجرد بحث تاريخي عابر، لأن القتل هناك ما يزال مستمرا حتى اليوم. وتقول تقارير إخبارية وأخرى عسكرية إن الولايات المتحدة التي جددت عدوانها على مدن ومحافظات عراقية في شمالي البلاد وغربيها منذ سنة 2014 قادت أقصى حملة قصف ممنهج منذ الحرب الأمريكية في فيتنام بعد منتصف القرن الماضي.